نظم أبناء محافظة إبه في استاد إبه الرياضية الوقفة الاحتجاجية الكبرى للتنديد باستمرار جرائم العدوان في قرية السراري تحت شعار السراري يذبحها إرهاب التحالف الأمريكي. أعمال خارجة عن تعاليم الإسلام يقوم بها مرتزقة العدوان بحق أبناء السراري نساء وأطفال. أين الإسلام من هذا يا عرب؟ هنا أبناء محافظة إب ينظمون وقفة تضامنية مع أبناء قرية السراري التي يقتلهم ويسحلهم تحالف سعو أمريكي غادر هو ومرتزقته. حضر الوقفة وكيلاء المحافظة الشيخ عبد الواحد المروعي والشيخ راكان النقيب وعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. هذه الجمعة اليوم أتت تسقط هذا المشروع الثقافي اللعين الخبيث الوهابي التكفيري التفجيري الذي يقوم على أساس الإقصاء واستبعاد الآخرين. تجتمع قبائل محافظة إب لتعلن موقفها مما يجري في قرية السراري محافظة تعز من أعمال وحشية يقوم بها الفكر المتطرف الوهابي، ومساندة للجيش واللجان الشعبية وجاهزين على أتم الجهوزية لدعم كل الجبهات ولاستئصال هذا الفيروس الخطير. وما عمله في السراري إلا عمل قذر حقير لن يمر بسلامة. وقد استنكر أبناء مدينة إب ما يقوم به مرتزقة العدوان بحق إخوانهم الأبرياء من أبناء السراري أمام مرأى ومسمع من العالم، والتخاذل العربي والتواطؤ الأممي وصمت أمم متحدة التي لم تأتي بجديد بصمتها بقضايا العالم. هبت كل قبائل أبناء محافظة إب للتضامن مع أهالي السراري ويعلنون جاهزيتهم العالية للتضامن والنزول إلى محافظة تعز وتحريرها من كل المرتزقة والعملاء. وبإذن الله سيقف أبناء الشعب اليمني مع قرية السراري ليكون رادع لجميع هذه الجماعات الإرهابية. ونستنكر هذا العدوان الهامجي الوحشي الذي هو دخيل على مجتمعنا اليمني، وإن مجتمعنا اليمني بأعرافه وتقاليده وعاداته لم يسلك هذا السلوك الإجرامي الذي يسلكه الوهابيون المتطرفون. بعد مدة طويلة بعد ما جاوز الصبر والسعودي تمادى في سوابق خطيرة شن حربه علينا دون ما به مبرر غير أن السعودي لليهودي حظيرة. يبقى السؤال المحير الذي يأتي في الأذهان، إلى متى ستظل جرائم العدوان ومرتزقته برا وجوا يدارى عنها؟ لكن الإجابة هي مع أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين سيردون الصاع بصاعين، وعلى المعتدي يوجه العداء والبنادق. لقناة اليمن من اليمن على حليس محافظة إب.